السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا. الحلقة يا إخوان ديال 27 في شهر 3 غتكون واحد الحلقة قصيرة، غنطرقوا الأخبار قليلة يا إخوان. اليوم أصلا الأخبار كانوا قلال، ما كنتش غادي نسجل، ولكن في الأيام الماضية يا إخوان مع هاد الأعمال اللي عندي في المنزل ديجا ما سجلتش بزاف، ولذلك قلت نسجل اليوم واخا الحلقة غادي تكون قصيرة، وحتى من الصدى اللي كاين بزاف يا إخوان أعتذر. بطبيعة الحال يا إخوان الحاجة اللي غنقول لكم هي الأولى، هو أنه البارح كيف ما قلنا إيطاليا يا إخوان زادت ساعة، والمغرب يا إخوان حيت رمضان قرب نقصوا ساعة، لذلك يا إخوان نهار السبت كان الوقت في إيطاليا والمغرب بحال بحال، واليوم الأحد يا إخوان من بعد ساعات قليلة الفرق يا إخوان هو جوج ديال السوايع. لذلك غنمشيو نشوفوا يا إخوان في هذه الحلقة واحد الجريمة يا إخوان جد بشعة، وما كنتش ناوي أنني نتطرق لها يا إخوان إلا أنه في الصحف الإيطالية هي الخبر الرئيسي، وبزاف ديال الصحف يا إخوان المكتوبة وديال الإنترنت طرقت لها، والجالية المغربية في المنطقة يا إخوان تبرأت من هذا السيد وكتطالب يا إخوان بأشد العقوبات له، لأنه يا إخوان قتل مواطن إيطالي وبدون سبب يا إخوان حقيقي، وهذاك الشيء يا إخوان اللي سرق كيخليك أنك تعصب يا إخوان وتغضب وكتبرأ من هذا السيد. غنمشيو نتكلموا يا إخوان على شنو واقع في أوكرانيا. الرئيس إخوان الأوكراني زيلينسكي مازال إخوان غادي في السياسة ديالو اللي بغي يجر فيها إخوان الغرب معاه في هذه الحرب اللي هي ضد روسيا، وتيقول بأنه الغرب ما عندهمش الشجاعة وما عندهمش الزعامة، وخاصكم تعطيونا الأسلحة يا إخوان من بينها الطائرات. بطبيعة الحال إخوان هذا الموضوع كل شيء كيرفضوا، ولكن هو يا إخوان مازال يوم من ورا يوم كيطالب يا إخوان بالطائرات. غنتكلموا دائما يا إخوان في نفس الفقرة على الخطاب ديال الرئيس الأمريكي اللي كان البارح واللي كان كارثي، واللي كل شيء تقريبا إخوان سياسيين فرنسيين وإيطاليين وأمريكيين تبرؤوا منه يا إخوان. وغنتكلموا على الانباء اللي كتروجي اخوان في الانترنت، واخا انا شخصيا اخوان ما عنديش بها واحد الثقه كبيره بزاف، ولكن غادي نوريكم اشنو كيدور، لانه كاين كلام على ربما تفتح الحدود البحريه مع اسبانيا في مطلع اخوان ابريل. غادي نطرقوا لهذا الشيء كامل يا اخوان، وكيف ما العاده كنبغي نشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم، والناس اللي ما مشاركاش اشتركوا يا اخوان باش تبقوا تتصلوا بالجديد ان شاء الله. واعتذر مجددا يا اخوان على هذا الصدى اللي صراحه الاخوان شويه مجعز. فهاد الفقرة يا إخوان وللأسف غنطرق لواحد الجريمة جد بشعة اقترفها يا إخوان مواطن مغربي، اللي بطبيعة الحال يا إخوان هاد الجرائم من هاد النوع كيجيبوا يا إخوان عير الشوها، ما كنطرقش ليهم نهائيا، ولكن يا إخوان هاد القضية وهاد القصة دارت واحد الضجة كبيرة يا إخوان في الإعلام الإيطالي، تكلموا عليها يا إخوان العشرات والعشرات ديال الصحف الإلكترونية، وما قدرتش يا إخوان أنني ندير بحال ما طرا والو، لأنه الجريمة يا إخوان جد بشعة. بطبيعة الحال يا إخوان هاد الجريمة خلات كذلك يا إخوان الجالية المغربية اللي هي في المنطقة كتبرأ منه يا إخوان، وكتقول بلا أنه حنايا جالية سليمة وهذا السيد لا يمثلنا وحنايا بريئين منه، حنا كنخدموا باش أننا نساعدوا جميع الناس أنها تندمج في المجتمع الإيطالي، ولكن بحال هاد الناس كيضربوا كل شيء في الزيرو. وبطبيعة الحال يا إخوان هذا السيد اللي دار هاد العملية راه عنده 36 سنة، سميتو محمد بومروان، وبطبيعة الحال يا إخوان كنظن والله أعلم يا إخوان واحد من هذوك المتشردين اللي كيضلوا يا إخوان يديروا في الزناقي وكيديروا في الجرائم الصغرى والكبرى. بطبيعة الحال إخوان اللي غادي نقول لكم هو أنه هذا الشيء وقع في مدينة تريفيزو، يعني في البروفينش ديال تريفيزو، البلدية إخوان راه بلدية صغيرة سميتها بيافي دي سوليغو، فيها واحد المواطن إخوان اللي عنده 83 سنة، دخل عليه هذا المواطن المغربي إخوان كتفو من الفوق لتحت يا إخوان بواحد الكوردة لوها عليه كامل يا إخوان من كتافو حتى رجليه يا إخوان، حتى يعني القدم، يعني يا إخوان الكعب ديالو. وبطبيعة الحال يا إخوان غادي يسرق منه بعض الأشياء في المنزل وغادي يخرج يا إخوان. بطبيعة الحال الوقيته اللي وقع هذا الشيء إخوان نهار الجمعة مع السبعة حتى الثمانية ديال الليل، ولذلك الابناء ديال هذا المواطن الايطالي دائما يا اخوان ولدك عيط لي مع ديك 9:15 من ما جاوبوش مشى اخوان باتجاه البيت، والمغربي يا اخوان باش ما يحصلش باش ما يخرج من الباب الاماميه خرج يا اخوان من البالكو، نقز يا اخوان في واحد الكراج اللي كان في البالكو، يعني كاين البالكو وقدامه يا اخوان واحد الكراج اللي كتحط فيه السياره ديال الجيران، نقز فوقه يا اخوان ومن تما ينقز ثاني في واحد الكورتيلي، يعني نقولوا حنا واحد الجريده مول يا اخوان داك الجريده ومول داك الكراج، يلاه راجع للمنزل ديالو، غيبان ليه المواطن المغربي كيعرج يا اخوان ما غيفهم حتى شي حاجه، وغيقول ليه بلا انه راه عندي واحد الميكه هاد السيد يلاه عطاني ما ناكل وراني غادي في حالي.
بطبيعة الحال إخوان هذا الإيطالي اللي عنده تقريبا 57 سنة ما بغاش يقول لك نية دياله يا إخوان خوفا من أشياء أخرى. قال غير السمية دياله اللي سميته لوتشانو، قال لهم أنا مني شفت الأمور بحال ما هكايا ما ثقتش. المواطن المغربي إخوان تم غادي في حاله، وواحد السيدة من الشرجم اللي هي الزوجة ديال لوتشانو غتقول ليه عندك راه شفار، وبطبيعة الحال إخوان المغربي تيقول لهم أنا راه واحد الشخص اللي برافو أنا ماشي شفار، ومن بعد إخوان غادي يهرب. الحاجة اللي كاين يا إخوان هو أنه في نفس اللحظة غادي يوصلوا يا إخوان الأبناء جوج أبناء ديال هذا المواطن الإيطالي اللي عنده 83 سنة، غيفتحوا الباب يا إخوان، غتكون معهم الزوجة ديال لوتشانو وغادي تحكي لجميع الصحفي إخوان أشنو شافت بعينيها. غتشوف يا إخوان أمام الباب طيح يا إخوان المواطن الإيطالي وراسه يا إخوان كله مهرس، يعني المواطن المغربي هرس ليه راسه يا إخوان بقرعة، وطبيعة الحال إخوان لقوه كله مكتف من الكتاف ديالو يا إخوان حتى الرجلين. زيادة على هذا الزوج يا إخوان ديال الإيطالية يعني لوتشانو مشى تبعو، بطبيعة الحال إخوان هو كيقول لهم هذاك الشيء اللي غنعاود لكم غتصدقوش. قال لهم في واحد اللحظة غينقز يا إخوان واحد الكرياج وطبيعة الحال غيمشي لواحد الدار مهجورة وغيتكا فيها وغينعس. قال لهم كنحلف ليكم بالله أنه سمعتو كيشخر، ومن بعد يا إخوان غيدخل لهذيك الدار، يعني في واحد اللحظة يا إخوان هادشي اللي كنعاود لكم ربما داز فيه حتى نص ساعة ساعة، لأنه يا إخوان ما بقاش بان لي واحد الوقيته وغبر على الرؤية ديالو. من يلقاه يا إخوان المغربي فاق وغير المكان ديالو، ومن بعد غيلقاه يا إخوان هاز واحد العصا، الإيطالي غيقلب يا إخوان على واحد الحديدة وغيهزها حتى هوايا، وغيبقى يا إخوان ملاهي حتى جات الشرطة الإيطالية. بغيتوا تعرفوا يا إخوان أشنو سرق؟ سرق يا إخوان ميريندينا وكذلك واحد الخضرة يا إخوان اللي كاينة في الكونجيلاتور مكونجيليا يعني جامدة. بطبيعة الحال إخوان لوتشانو لوقيته اللي تلاقى معاه قال ليهم ريحة البيرة خارجة منه كثيرة بزاف وما كانش في الوعي دياله وكان سكران، وماشي غير سكران، سكران وفايت السكران هي إخوان، يعني السيد كان مفوس بزاف. بطبيعة الحال إخوان هذا الشيء خلى أنه مني غتجي الشرطة غيديه إخوان للكوميسارية. المواطن الإيطالي ما كانش إخوان عاقل ولكن ما توفاش، غيمشي للمستشفى وغيتوفى البارح إخوان من بعد 15 ساعة إخوان في الإنعاش. وبطبيعة الحال إخوان راه ما تدخلش للعقل أنه الشخص غيتوفى بهذه الطريقة وبهذاك التعذيب اللي تعذب، راه قرعة يا إخوان هرس لي بها الجمجمة ديال الرأس ديالو. بطبيعة الحال إخوان كيف ما قلت لكم في الأول الجالية المغربية اللي كان في المنطقة يا إخوان وفي البلدية كتبرأ منه يا إخوان ومن الأعمال ديال هذا السيد، وكتقول بأنه هذا السيد لا يمثلنا. وبطبيعة الحال إخوان شخص بحال هذا ما كيشرف حتى شي دولة أنه يكون ينتمي لها. وزيادة على هذا الحاجة اللي هي مهمة دخلوا كذلك سياسيين من بينهم يا إخوان حيت هذه المنطقة في تريفيزو كاينة في الفانيتو، دخل تزايا اللي هو الرئيس ديال الجهة، ودخل كذلك سالفيني. تزايا قال لهم كنتسناو العدالة في هذه القضية، واخا ما عمرنا غادي نقدروا نتكلموا على عدالة لوقيت اللي كتكون واحد الروح تزهقات. وبطبيعة الحال إخوان قال لهم ما بغيناش نشوفوا سيناريوهات كيف ما كنا نشوفوها سابقا، والمعنى هو أنه ما بغيناش هذا المواطن المغربي يدخل السجن ويخرج من هنا إلى 5 سنين ولا 4 سنين كيف ما وقع يا إخوان مع مجرمين اللي في مدينة ميلانو مثلا. هزوا يا إخوان شاقور، وكنت كلموا يا إخوان على واحد الإفريقي هز شاقور ضرب ناس يا إخوان وكاين اللي قتلوا، ومن بعد يا إخوان خرج من بعد يعني 3 سنين ولا عامين. وسالفيني قال بأنه كندير واحد الدعوة وواحد الصلاة للسيد اللي توفى، وكنتمنى أنها تكون أشد العقوبات لهذا المجرم الملعون. بطبيعة الحال إخوان ما يمكن لنا إلا أنه نطالبوا كذلك بأشد العقوبات، وهذا السيد إخوان اللي عنده 36 ولا 37 سنة يدوز إخوان حياته كاملة في السجن على هذه الجريمة اللي هي إخوان بشعة اللي دار في حق مواطن اللي عنده 83 سنة. خاصو غير يتوقر ويتحترم السيد اللي في هذه السنة إخوان، ولكن هذا السيد كان سكران وما كانش في الوعي ديالو دار جريمة على قبل إخوان ميريندينا. الله يدير الشتاوة ديال الخير إخوان، وتعازينا الحارة لهذه العائلة يا إخوان. فهاد الفقرة يا إخوان غنتكلموا على الجديد ديال الحرب الروسية على أوكرانيا، وبطبيعة الحال إخوان غنبداو بالكلام اللي قال البارح في الليل الرئيس زيلينسكي الرئيس ديال أوكرانيا، وقال بلا أنه يا إخوان الغرب ما عندهمش الشجاعة. بطبيعة الحال إخوان كيتكلم على أنه الغربيين ما بغيش يعطيوه يا إخوان أسلحة هجومية، وبطبيعة الحال كيطالب كذلك يا إخوان باش أنه تعطاه طيارات اللي يقدر يهاجم بها يا إخوان على الروسيين، طيارات اللي ما غيقدروش إخوان يطيروا من أوكرانيا كيف ما قلنا سابقا، لابد ما يطيروا من مطارات إخوان اللي هي خارج أوكرانيا، ينطلقوا منها يا إخوان ويديروا الهجمات ديالهم على الجيوش الروسية اللي كاينة في أوكرانيا. وهذا الشيء اللي بطبيعة الحال إخوان حتى شي دولة ما بغات ديرو. بولونيا يا إخوان كانت دخلت يا إخوان في مشاورات مع أمريكا، وأمريكا كانت وعدتها بأنه إلا عطات الطيارات ديالها اللي هي من الصنع ديال الاتحاد السوفيتي عطاتها الأوكرانيين، وبطبيعة الحال إخوان إلا عطاتهم هذوك الطائرات ما غيحتاجوش أنهم يتدربوا عليهم لأنه ديجا كيعرفوهم، قالت لها عطي هذوك الطيارات للجيش الأوكراني وحنا غنعطيوك طيارات من نوع اف 16
16 أمريكية وجديدة الصنع. بطبيعة الحال إخوان البولونيين من بعد تفكيري إخوان رفضوا، لأنه روسيا إخوان كانت هدات أي بلد غيعطي طائرات أو أي بلد غيسمح بانطلاق طائرات من بلاده يعتبر داخلي إخوان في الحرب. وبطبيعة الحال إخوان زيلينسكي هادشي ما قابلوش، قال لهم أنا اليوم تكلمت كذلك مع الجيش الأوكراني اللي كيدافع على مدينة ماريوبول ولقيت فيهم واحد الشجاعة كبيرة بزاف. كل الغربيين كانت عندهم غير 1% ديال الشجاعة ديال الجيوش اللي كاينة في ماريوبول، كون عطاونا الطائرات. وطبيعة الحال قال لهم مدينة ماريوبول ما نقدروش أننا نحبسوها بالمكحلات وبالرشاشات، خصنا طائرات وخصنا المدرعات، يعني هاي إخوان هذوك الطنك. وطبيعة الحال إخوان حاجة اللي هي مهمة هو أنه الرئيس ديال البلدية ديال ماريوبول قال بلا أنه جميع الأحياء اللي دايرة بالمدينة كلها حاليا إخوان في يد الروسيين، وقال بأنه الحلقة والدائرة بدأت كتقلص إخوان وبدأت كتصغر، يعني إخوان بدأوا كيضيقوا عليهم بزاف إخوان الروسيين، وربما المدينة تطيح في يد الروسيين إخوان في الأيام القادمة. وهذا الشيء كنقوله تقريبا منذ أيام إلى قلنا ماشي منذ أسابيع. هاد فيديو إخوان اللي كتشوفوا معايا فيديو ديال تكريم وديال إخوان أوسمة اللي تعطات الجنود الروسيين رجعوا إخوان كجرحى وكمعاقين قدر نقولوا إخوان من الحرب الروسية على أوكرانيا. وكيف ما كتشوفوا إخوان كل اللي مقطع عليه رجليه بجوج، كل اللي مقطع عليه رجل كاملة، ولذلك إخوان هذو رجعوا من الحرب وتعطاهم إخوان وسام من أجل إخوان الدفاع على روسيا. فيديو يا إخوان أقل حاجة ممكن نقول عليه إخوان فيديو حزين وكئيب. وطبيعة الحال إخوان الحرب دائما كتخلف إخوان ضحايا في المدنيين وكذلك في الجنود. الجنود اللي كيف ما قلنا سابقا إخوان البارح كاين واحد الحرب ديال الأرقام، الأوكراني كيقولوا قتلنا 16000 جندي روسي والروسيين كيقولوا توفى لنا غير 1350. وطبيعة الحال إخوان الحقيقة ما عمرها ما غادي تعرف. البارح إخوان الروسيين حطوا رقم قياسي جديد فيما يخص الصواريخ اللي طلقوها يا إخوان في اتجاه أوكرانيا، صواريخ اللي على حساب إخوان الدفاع الأوكراني تقريبا قدروا أنهم يطيحوها كاملين إخوان إلا 8 هما اللي وصلوا إخوان المكان اللي كانوا بغيوا يضربوه، والباقي إخوان ضربوها في السماء ما قدرتش أنها توصل إخوان الأهداف ديالها. حاجة اللي مهمة هو أنه هاد الصواريخ اللي رسلت إخوان روسيا البارح الثمن ديالها هو 340 مليون ديال الدولار، يعني إخوان مشات في نهار واحد. زيادة على هذا الكلام يا إخوان اللي قال بايدن البارح في هذاك الخطاب اللي كان داري إخوان في العاصمة البولونية، كلام يا إخوان اللي كانت عنده بزاف ديال ردود الأفعال نهار كامل، لأنه أولا الناس اللي خدامين معايا إخوان في البيت الأبيض تصدموا، يعني في هذيك الوقيته اللي قال بلا أنه بوتين ما خصوش يبقى إخوان في السلطة ما عرفوا ريوسهم باش تبلاوي إخوان، وخرج واحد البلاغ من بعد كيقولوا بلا أنه ما كانش كيعني داك الشيء اللي قال، يعني إخوان أمريكا ما عندها حتى شي هدف باش أنها تحيد بوتين من السلطة. وهذا الشيء إخوان اللي كريتيكاه واحد دبلوماسي أمريكي سميتو ريشارد هاس، واللي إخوان عن طريق تويتر قال بلا أنه الكلام اللي قال بايدن هو واحد الكلام كيخلي واحد القضية اللي هي صعيبة كتولي أكثر صعوبة، وواحد القضية اللي هي خطيرة تولي أكثر خطورة، وقال بلا أنه الناس اللي دايرة ببايدن خاصة تتصل بالروسيين وتقول لهم بلا أنه إحنا مستعدين أننا نتكلموا مع الحكومة الروسية الحالية، ما عندنا حتى شي هدف أننا نحيدوا بوتين من الحكم. نفس الشيء إخوان تقريبا قالوا بلينكن اللي هو الوزير ديال الخارجية الأمريكي، قال بلا أنه الكلام اللي قال بايدن البارح ماشي هو أننا نحيدوا واحد الرئيس روسي ونجيبوا شي واحد في بلاصته، بل أنه الرئيس روسي ما خصش تكون عنده ديك السلطة اللي يقدر يهاجم على بلد اللي هو مجاور ليه في هاد الحالة اللي هو أوكرانيا أو بلد تاني. كذلك إخوان الرئيس الفرنسي ماكرون قال بلا أنه أنا في بلاصة بايدن ما كنتش غادي نستعمل كلمة جزار، لأنه إخوان بايدن البارح راه كيف ما قلت لكم شبع معيور وما خلى ما قال إخوان في الرئيس الروسي بوتين وقال عليه كذلك إخوان جزار. الرئيس الفرنسي قال لهم أنا في بلاصة ما كنتش نقول هذيك الكلمة. وزيادة على هذا إخوان السياسي اللي هنا في إيطاليا سميتو كالايندا قال بلا أنه أي واحد يكون قريب بزاف الاتحاد الأوروبي والغرب ويكون كذلك إخوان قريب لحلف الناتو غادي يعترف بلا أنه الطريقة اللي تكلم بها بايدن على روسيا هي طريقة خطيرة وكذلك عديمة المسؤولية. ولذلك إخوان الخطاب ديال بايدن البارح نقدر نقول عليه بأنه كان كارثي إخوان وأزم الوضع اللي كان مأزم أصلا. زيادة على هذا إخوان كذلك الاتحاد الأوروبي إخوان دخل على الخط والمسؤول على السياسة الخارجية قال بأنه إحنا ما عندنا حتى شي نية أننا نغير السلطة واللي كيحكم في روسيا، إلا كان شي تغيير غادي يختاروه المواطنين إلا بغاو. وبطبيعة الحال إخوان هذا الشيء دليل على أنه داك الشيء اللي قال البارح الرئيس الأمريكي كان كله إخوان كلام خارج عن النص.
فهاد الفقرة إخوان غادي نتكلموا على الرحلات البحرية. كيف ما قلنا سابقا يا إخوان ما كاين حتى شي جديد في الرحلات البحرية. المغربي إخوان مازال مصر على إغلاق الحدود ديالو وما كاين حتى شي رحلة استثنائية. الرحلة ديال 26 يا إخوان راه دارت ديبار من مدينة طنجة إخوان في اتجاه مارسيليا البارح، وصيفطوا لي بعض الأصدقاء إخوان صور أمامي إخوان الباطو مني كان غادي يمشي يا إخوان. بطبيعة الحال الحاجة اللي هي مهمة هو أنه كاين عدة أخبار إخوان اللي كدور في الإنترنت، واللي صراحة أنا غادي نعطيها لكم باش نقول لكم أشنو كيدور، ولكن شخصيا يا إخوان يعني ما عندي حتى شي معلومة وما عندي حتى شي ثقة في هاد الأخبار اللي كتروج. أصلا يا إخوان هاد الخبر اللي تنشر في الموقع بلادي دوت نت اللي هو يا موقع إخوان كينشر أخبار اللي هي دائما كتكون عندها مصداقية، كيقول بلا أنه ربما غادي تفتح إخوان الحدود نهار 7 في شهر أبريل بأول الرحلات اللي غادي تكون مدينة الطريفة في اتجاه إخوان مدينة طنجة. يعني 7 ابريل اخوان بقات ليها 15 يوم، وطبيعه الحال اخوان منين جاب المصدر ديالو؟ المصدر ديالو اخوان هو هذا الموقع كيف ما غادي تشوفوا معايا، موقع اسباني سميتو اتالايار، وطبيعه الحال اخوان الوقت اللي مشيت قلبت عليه هو هذا يا اخوان، وحتى هو يا المصدر ديالو يا اخوان منين؟ من موقع مغربي اللي سميتو يا اخوان غوي، واللي بطبيعه الحال ما نقدروش نعطيوه يا اخوان واحد المصداقيه كبيره لانه ما عندوش شي مصادر قويه. ولذلك يا اخوان الاخبار اللي كتروج حول انه الحدود غادي تفتح نهار 7 في شهر 4 يا اخوان اخبار اللي كنعطيها لكم، ولكن كنذكركم بانه ماشي شي حاجه اللي هي مضمونه. يعني انا يا اخوان كنفضل انني نتكلم على هذه المواضيع من تكون شي حاجه اللي هي رسميه، ولكن حيت الناس كتسول بزاف وحيت الاخبار كتروجي اخوان بزاف، ولكن في نفس الوقت كنسطر عليها. هذه الاخبار ماشي اخبار اللي هي دقيقه يا اخوان وماشي رسميه. تقدر فعلا الحدود تفتح نهار 7 في شهر 4، ولكن يا اخوان ماشي شيء اللي هو يا رسمي، اخبار يا اخوان اللي ناخذوها ونعطيوها القيمه ديالها، يعني قيمه قليله بزاف.